عايزين نعمل فكرة تاني للبوتون. زي ما انت شايف كده الموقع ده فيه افكار كتير، يعني اي بوتون من البوتون هنا بيحصل لها وقت ما بشاور على البوتون نفسه. الفكرة اللي فاتت اللي احنا عملناها اللي هي كان البوتون بالشكل ده، شاور عليه من فين، دي من البوتون للتوب. طيب عايزين نعمل فكرة بتاعت الجرو اللي هي جاست ان انا اشاور على البوتون يبدأ يكبر بالتدريج زي ما انت شايف كده. أول خطوة أعملها أرسم ركتانجل بتاعي، طبعا ممكن أستخدم أي ألوان وأبدأ أكتب عليه. طبعا هختار لون مناسب وليكن اللون الأبيض وأكتب تكست اللي أنا عايزه. التكست عندي مع الشيب هختارهم مع بعض وأبدأ أقول له modify convert to symbol وأسميه button one او two whatever. بعد كده اختار التايب بتاعه بوتون. يبقى انا اخترت التايب بوتون واديت الاسم اللي انا عايزه وهقول له اوكي. اصبح عندي الشكل او الشيب اللي قدامي ده عبارة عن بوتون. عشان اعمل اوبن للتايم لاين الخاص بالبوتون كل اللي بعمله بدوس دبل كليك، اطلع لي الاربع حالات بتوع الاب والاوفر وداون والهيت عندي. تمام، كل اللي انا هعمله هاجي في الاوفر هضيف كي فريم ان انا بدوس F6، وفي الداون وفي الهيت هضيف نفس الكي فريم. طيب في الداون انا محتاج بس ارسم ايه الاريا اللي هيكليك عليها اليوزر، فانا مش محتاج اظهر التكست من ضمن الايه الاريا دي. يعني في الهيت يكفيني ان انا بعمل الشيب فقط بتاع البوكو. طيب انا عندي الانيميشن بيحصل فين؟ في الاوفر لما بتشاور عليه بيحصل ان البوتوم بيكبر حجمه، وبالتالي انا ممكن اجي اعمل ايه الشكل ده كله كده، اقوم احوله موفي كليب واسميه inner animation مثلا. اوكي، اصبح عندي في حاله الاوفر في سيمبل اسمه ايه inner animation. تمام، عايز اخش جواه عشان اجيب التايم لاين بتاعه. انت واقف دلوقتي على التايم لاين الخاص بالبوتون، ادوس دبل كليك كده عمل اوبن او شو للتايم لاين الخاص بمين بالموفي كليب. وانا واقف دلوقتي على الموف كليب ده التايم لاين بتاعي، اقدر اعمل الانيميشن اللي انا عايزه. احنا خدنا انيميشن من نوع موشن توين، خدنا شيب توين، خدنا فريم باي فريم. طيب انا محتاج ان الشكل ده كله كده يكبر بالتدريج، فانا عايز كلهم دول كبلوك واحد كده يحصل له ايه ريسايز او سكيل انها تكبر. فدي هعملها بايه؟ باستخدام الموشن توين. طيب الحاجه اللي انا هختارها دلوقتي ده عباره عن شيب وده تكست. طيب الحاجه دي عايز اعمل لها موشن توين، يبقى بالتالي وانا واقف هنا ده عباره عن ايه ميكس بقى شيب وتكست مع بعض. فانا عايز اعمل لهم موشن توين، يبقى لازم يكونوا سيمبل، سيمبل غير السيمبل اللي هو الكونتينر الكبير بتاعهم. طيب انا هعمل له موديفاي كونفرت تو سيمبل مره ثانيه واسميهم بوكس مثلا. اوكي، اصبح عندي دلوقتي انا داخل التايم لاين اللي هو اللي اسمه انر انيميشن، وفي عندي سيمبل موجود على التايم لاين دلوقتي. عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له ريسايز موشن توين. يبقى انا هقول له رايت كليك اقول له كرييت موشن توين. عايز اخلي المساحه دي اقل شويه عشان يكبر ايه بسرعه، خليها مثلا عند 12 مثلا. واجي وانا واقف كده دلوقتي كده مفيش اي انيميشن اهو، هقف عند 12 واختار البوكس بتاعي واقوم قايل له ايه لوك للسايز هنا، واجي اقول له هو هنا السايز الويدث 158، نفترض هنخليه 178 فكبر شويه. يبقى انا عندي هنا كده سايز ان هو ايه الحركه بتاعته. كل الانيميشن اللي انا عملته دلوقتي ده داخل السامبل اللي اسمه انر انيميشن. اطلع تاني على الموفي كليب، اطلع بره على السين. عايز اعمل تيست للبوتوم بتاعي، هدوس كوماند انتر كده لما بشاور عليه بيكبر، بس بعد ما بيكبر بيعمل ايه؟ بيرجع تاني صغير ويكبر تاني. يبقى انا محتاج ان انا في نهايه الانيميشن لازم اقول له ستوب. يبقى هاجي اخش جوه تاني على حاله الاوفر، اختار عندي البوتوم او الموفي كليب بتاعي، دبل كليك، ادي الانيميشن بتاعي اهو بيكبر. عايز اجي في الاخر هنا اعمل ستوب. يفضل ان انا اعمل لاير جديده، وفي اللاير الجديده دي اجي في نهايه فريم عندي اقول له انسرت كي فريم. في الكي فريم الجديد اللي في النهايه احط عليه الستوب اكشن، اتاكد ان انا مختار البوتن الخاص بالهيلب، واجي في جلوبال فانكشن تايم لاين كنترول، ادوس على كلمه دبل كليك اللي على الستوب يضيف لي الستوب اكشن. كده الستوب اكشن اتضاف في النهايه على الموفي كليب. اطلع بره البوتن اتست تاني، يبقى
وهو بيكبر هيكبر وايه يثبت مكانه. تمام كده، يبقى احنا عملنا البوتوم رقم 2.